مرحبا، اسمي وائل يونس، عمري 18 سنة، بدرس فنون جميلة سنة أولى. أنا بحب كثير من زمان صور، طول عمري بمسك الكاميرا بصور فيها، بصور رفقاتي، بصور بحاول أصور مثلا فيديوهات حلوة، لقطات حلوة. له هدفين. الهدف الأول هو قسم كل الحواجز اللي لها علاقة بالتنوع والاختلاف منها تكون عائق في صحتي. وبدي الريزولوشن تبعي تطلع بشكل او باخر مطابقه للماده الرول اللي انا بشتغل اللي انا مصورها.